بسم الله الرحمن الرحيم. من منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم، معكم مستر طارق السيد من محافظة الإسكندرية، مدرسة المنار القومية لغات. النهاردة بنتكلم عن درس مهم وشيق، وفيه أحداث كتير وفيه أحداث ربط، ومن المواضيع اللي بيبقى ليها نصيب كبير في امتحان آخر السنة، اللي هو سوريا ولبنان من الانتداب الفرنسي الى الاستقلال. طبعا انا لما اقول من الانتداب لازم ارجع للحتة الاخيرة اللي الاساتذة الافاضل اكلموكوا عليها الحصة اللي فاتت، اللي هو مؤتمر سان ريمو 1920، لان احنا عارفين طبعا ان مؤتمر سان ريمو ده اتعمل لتعديل اتفاقية سايكس بيكو، وعملوا مؤتمر سان ريمو 1920 وقرروا فيه ان هم يحطوا العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني، ويحطوا سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. خلاص، عشان كده هتنفذ فرنسا وتروح تاخد سوريا ولبنان وتبتدأ تعمل مساوئ وتبتدأ تعمل مساوئ تؤدي إلى قيام ثورة 25. بس قبل ما نتكلم في المساوئ لازم أقول لك على ملحوظة مهمة. لأول مرة يظهر مفهوم الانتداب بعد الحرب العالمية الأولى. خلاص؟ يبقى أنت عارف بعد الحرب العالمية الأولى، يبقى لازم تبقى عارف إمتى ظهر المفهوم ده. لأن المفهوم اللي قبل كده كان الحماية، دلوقتي مفهوم جديد بيظهر اسمه زور اللي أنت مفهوم الانتداب، اللي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى، اللي هو هيحط سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي والعراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. طبعا كالعادة بيروح المستعمر بينشر المساوئ بتاعته، ولما بيروح بينشر المساوئ بتاعته الشعوب مش بتطبطب عليه، الشعوب على طول بتقوم بإيه؟ بثورات. تعال نشوف الفرنسيين عملوا إيه من مساوئ في سوريا، وكان رد فعل الشعب السوري إيه؟ أول حاجة عملوها، عملوا سياسة اسمها سياسة التجزئة والتقسيم، بأن هم عملوا على اقتطاع سهل البقاع وطرابلس وصيدا وبيروت من سوريا والدول لبنان عشان تظهر دولة لبنان الكبيرة. خلاص، ادي اول حاجة، يبقى بياخد من سوريا يدي لبنان، تقوم مساحة سوريا تقل ولبنان تكبر. اتنين، تمزيق سوريا الى دويلات صغيرة، حلب ودمشق والدروز والعلويين. طبعا دي هتعمل إثارة في الفتن وفتن دينية طبعا، ويسهل السيطرة عليها. وزي ما انجلترا عملت في مصر 1898 وعملت البنك الأهلي عشان تربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني، فعلت فرنسا نفس الشيء بأن هي ربطت الاقتصاد الفرنسي بالاقتصاد السوري، فربطوا العملة السورية بالفرنسية اللي هو كان آنذاك في تلك الفترة يقول عليه الفرنك الفرنسي، لأن ما كانش لسه اليورو ظهر في تلك الفترة. أربعة، برضك زي ما عملت إنجلترا في القانون الأساسي 1883، اللورد دافرين سفير إنجلترا في الأستانة لما عمل على التطبيق سياسة النجلزة في مصر، وإن هو حل كل حاجة للإنجليزية، الموظفين إنجليز مكان الموظفين المصريين، والتعليم باللغة الإنجليزية بدلا من اللغة العربية. نفس الشيء عملته فرنسا، سيطر الفرنسيون على معظم الوظائف الرئيسية، ودي سياسة شبيهة بسياسة النجلزة اللي هي بنقول عليها سياسة الفرنسة. يبقى دول الأربع عوامل اللي أدوا إلى قيام الثورة السورية 1925. مركز الثورة طبعا جبل الدروز، قاد الثورة ديت راجل معروف كلنا اسمه سلطان باشا الأطرش، وده من عائلة المغني العظيم فريد الأطرش. موقف فرنسا من الثورة زي ما ثورة 19 قامت، ايه اللي حصل؟ اي ثورة بتقوم بيتم استخدام الشدة والعنف من قبل المستعمر. فاكرين انجلترا لما بدأت تضرب بالقنابل في الوجه الابلي والوجه البحري؟ نفس الكلام فرنسا عملته، استخدمت سياسة الشدة والعنف للسيطرة على البلاد. خلاص، ولكن طبعا مش هتجيب نتيجة، عشان كده تراجعت فرنسا عن سياسة الشدة والعنف، وبدأ الطرفان يتفقوا مع بعض.
اتفقوا على قيام جمعية تأسيسية اللي هو البرلمان حياة نيابية يعني، وقيام الجمهورية في سوريا. يبقى سياسة الشدة ما جابتش نتيجة، فتقوم تتراجع فرنسا، ويرجع اتفق الطرفان الطرف الفرنسي والطرف السوري على قيام جمعية تأسيسية اللي هو برلمان وإعلان الجمهورية. وبكده كانت فرنسا والحركة الوطنية السورية على طرفي نقيض يعني خلاف، زي ما حصل بالظبط في مصر مع سعد زغلول. خلاص ليه طرفين نقيضين؟ لأن السوريين مصرين إن هم يعملوا دولة مستقلة تبقى لهم دستور وبرلمان. يبقى دي السوريين هم مصرين إن هم يعملوا على إقامة دولة مستقلة لها دستور وبرلمان. خلاص؟ وفرنسا بتقول لأ، ولو لو عملت دستور وعملت برلمان وعملت إيه اللي باللازي، برضك تظل السلطة العليا في إدارة البلاد لفرنسا حتى لو عملت حكومة وطنية ودستورية وبرلمانية. يبقى هنا أصبحت العلاقة بينهما علاقة النقيض، لأن دول عايزين حرية كاملة السوريين وسلطات مطلقة، والتانيين عايزين الفرنسيين كلهم اليد العليا. يبقى موقف فرنسا تاني من الثورة، استخدمت الشدة والعنف عشان تسيطر على البلاد، ما جابتش نتيجة، قامت متراجعة فرنسا عن هذه السياسة، و اتفق الطرفان سواء الطرف الفرنسي او الطرف السوري على قيام جمعيه تاسيسيه اللي هو البرلمان، وتم اعلان الجمهوريه والبرلمان. وفرنسا والحركه الوطنيه السوريه على طرفين النقيض زي ما حصل في مصر مع سعد زغلول، لان السوريين مصرين زي ما قلنا على اقامه دوله مستقله لها دستور وبرلمان، وفرنسا بالطالب ان يكون لها السلطه العليا في اداره البلاد حتى لو قامت حكومه وطنيه دستوريه برلمانيه. تعال نشوف كده التحليل والاستنتاج. ارتكزت سياسه الاحتلال الفرنسي في بلاد الشام منذ بدايتها على الانحياز للبنان على حساب سوريا، لما اخذوا المناطق من سوريا اللي قلت لك عليها وبداوا يدوها للبنان. خلاص عمدت السياسة الفرنسية في سوريا بعد فرض الانتداب عليها إلى أن تضعف روح التجانس السكاني، لما قسمتها إلى دويلات. اتنين، إضعاف سوريا والحركة الوطنية حتى يسهل السيطرة عليها. تفتيت الوحدة في بلاد الشام اللي هي تفتيت الوحدة بين سوريا ولبنان. عشان كده قامت الثورة السورية 1925، وكان مركزها الجنوب اللي هو جبل الدروس. طبعا قامت الثورة زي ما اتفقنا من شوية لأسباب سياسية وأسباب اقتصادية. الأسباب السياسية تمزيق سوريا إلى دولات صغيرة، والأسباب الاقتصادية ربط العملة السورية بالعملة الفرنسية. يبقى الأسباب الرئيسية هي التي أدت إلى قيام الثورة السورية 1925. عندي عندي أسباب سياسية وأسباب اقتصادية. لما نيجي نشوف الأسباب السياسية هنجد إن هي تمزيق سوريا إلى دولات، والأسباب الاقتصادية ربط العملة السورية بالفرنسية. طيب، تشابهت سياسة الاستعمار الفرنسي في سوريا مع سياسة الاستعمار الإنجليزي لمصر في المجال الاقتصادي والمجال الإداري. لسه قايلها لك، في المجال الاقتصادي لما ربط العملة في سوريا ولبنان بالفرنك الفرنسي، وفي المجال الإداري اللي هي سياسة الفرنسة اللي هي تشبه مصر اللي هي سياسة النجلسة. خلاص؟ يبقى في تشابه اهو بين سياسة الاستعمار الفرنسي في سوريا مع سياسة الاستعمار الإنجليزي لمصر. في المجال الاقتصادي عارفين إن إنجلترا عملت البنك الأهلي، وهنا ربط العملة الفرنسية بالسورية. وفي المجال الإداري هنا سياسة النجلسة في مصر، وهنا سياسة الفرنسة في سوريا. يوجد تناقض بين سياسة الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان ووزارة الشعب. لما أقول وزارة الشعب تفتخر على طول سعد زغلول، واللي كان لها إنجازات مهمة. فيها تناقض بقى، لأن سعد عمل على تمثيل الوظائف بين وعمل على فصل العملة المصرية على العملة الإنجليزية، بعكس الانتداب الفرنسي عمل سياسة الفرنسة وربط العملة الفرنسية بالفرنك الفرنسي. يبقى سعد زغلول خالف
سياسة إنجلترا في مصر وخالف سياسة الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان. اتفاق الحركة الوطنية السورية والسلطة الفرنسية على إعلان الجمهورية السورية ده يعتبر من قبيل النصر السياسي. هم اتفقوا طبعا ان هم يعملوا جمهورية وبرلمان، بس الثانية ردت عليهم قالت لهم هيكون ليا اليد العليا في البلاد. ايا كان اعلنت الجمهورية ده يعتبر انتصار سياسي للسوريين. خلاص تشابهت نتائج الثورة السورية 25 مع نتائج ثورة 1919 في مصر في قبول المستعبر مبدأ المفاوضات. طبعا احنا شفنا اتفق الطرفين هنا، ادي مفاوضاته في مصر بقى لما بعتوا لجنة منر ثم مفاوضات سعد، ومنر ثم مفاوضات سعد ومجدرج. اذا الطرفين بيقبلهم المفاوضات. اختلفت الثورة السورية 1925 عن ثورة القاهرة الاولى ضد الفرنسيين في اتباع الطرق الدبلوماسية. طبعا هما في الاول تشابهوا في حاجة وبعد كده اختلفوا في حاجة تانية. طبعا اتفقوا في الاول ان الفرنسيين في مصر ولا الفرنسيين في سوريا استخدموا الشدة في الاول لإخماد الثورة. طب الاختلاف بقى اللي احنا بنتكلموا عنه هنا ان في مصر بعد الشدة ما اتبعوش مع الشعب المصري طرق دبلوماسية، انما في سوريا بعد الثورة بدأوا يعملوا مفاوضات وطرق الدبلوماسية. تعال نشوف ايه الاسئلة اللي ممكن تيجي على الجزء ده. قامت الثورة السورية بقيادة سلطان الأطرش كرد فعل على السياسة التي اتبعتها فرنسا والمتمثلة في تمزيق لبنان لدولات صغيرة. غلط، ان هم ما قسموش لبنان، دول قسموا سوريا. اتنين، اتباع سياسة الفرنسة دي اللي هتطلع صح. تكميم الصحافة ما جبناش سيرتها. الغاء الحياة النيابية ده بالعكس ده عملوا ايه؟ برلمان. يبقى تاني اهو، قامت الثورة السورية بقيادة سلطان الأطرش كرد فعل على السياسة التي تبعتها فرنسا والمتمثلة في تمزيق لبنان إلى دولات صغيرة، ولا اتباع سياسة الفرنسة، ولا تكميم الصحافة، ولا الغاء الحياة النيابية. طبعا هنختاروا اتباع سياسة الفرنسة. تعال نشوف السؤال التاني. بيقول من أهم الأسباب الاقتصادية، حط خط على كلمة الاقتصادية دي عشان دي مفتاح الإجابة، لأن احنا قلنا الثورة دي لها أسباب اقتصادية وأسباب سياسية. هنا بيسأل في رأس السؤال على إيه؟ على الاقتصادية. بتعود نفسك وانت بتحل في آخر السنة معك قلم رصاص وفي كلمات معينة في رأس السؤال أو في جذر السؤال تحط خط عليه. هنا حط خط عليه يا مستر على الأسباب الاقتصادية على كلمة الاقتصادية. ليه بقى؟ تعال نشوف من أهم الأسباب الاقتصادية للثورة السورية الكبرى تمزيق سوريا إلى دولات دي لا سياسي. ظهور دولة لبنان الكبيرة، هو بيكلمني في سوريا وبيسألني تحت في لبنان ما تنفعش. ربط العملة السورية بالفرنسية، أيوة هي دي يا مصر فيها الاقتصاد فيها فلوس، هي دي. شغل الموظفين الفرنسيين المناصب المهمة، ده حاجة إيه؟ إدارية مش اقتصادية. يبقى على طول هنختاره نمرة جيم اللي ربط العملة السورية بالفرنسية. أنا بوضح لك ليه؟ لأن النظام الجديد بتاعنا بتاع الثانوية العامة ده لو عايز ترتاح فيه اتعلم حاجة واحدة بس، طبعا بجانب المذاكرة دي الأساس، بس بلاس المذاكرة إيه؟ اتعلم تفكر صح. طب انا هتعلم افكر صح ازاي؟ لما ابتدى انا احل الاسئله بنفس الطريقه اللي انا بشغلك عليها وبحلل لك كل حته، دي ليه ودي صح ليه ودي ما تنفعش ليه. لو تعودت من دلوقتي على هذا الكلام هتخش تجيب الدرجه النهائيه في التاريخ وبالمثل في باقي المواد. طب تعال نشوف من اهم اسباب الثوره السوريه الكبرى هو تمزيق سوريا الى عدة دويلات. خلاص، ومثل خلي بالك بقى هنا بيقول ايه؟ مثل الدروز والعلوين وحلب ودمشق. خلاص، تفرق عن اقتطاع سهل البقاع والحاجات اللي الدول الاثنين دي. هنا سوريا تتقسم الى دويلات، تفرق دي عن تفرق دي لان اللي اخدوه من سوريا والدول لبنان دي حاجة سياسية، انما دي حاجة تانية.
ايه هي؟ هنشوفها دلوقتي. تعدد النظم السياسيه ما تنفعش. اثاره العداء الطائفي، طبعا الدروز والعلوين في عداء ايه؟ طائفي. السيطره على الاقتصاد السوري ما تنفعش. اضعاف الثقافه العربيه برضك ما تنفعش. يبقى هنا لما اقول ان هم قسموها الى الدروز والعلوين، يبقى كان الهدف من الكلام ده اثاره العداء الطائفي. تعال نشوف مشروع معاهده 36 واللي قال لي ولم يمر على معاهده 36 في مصر بين انجلترا ومصر شهر، وتم توقيع معاهده مماثله في سوريا ولبنان مع المستعمر الفرنسي. يبقى ما عداش شهر على توقيع معاهده 36 في مصر وقاموا عملوا واحده مماثله شبيهه لها بين فرنسا، وكانت في البدايه سوريا وانضمت بعد كده اليها لبنان. تعال نشوف كده بتقول ايه المعاهده دي. بتقول ان اطرافها بين سوريا وفرنسا. مين فرنسا بقى هنا؟ قال لي فرنسا المقصود بها هنا الحكومه الفرنسيه التي تحكم سوريا، وده بيطلقوا عليه. فاكرين لما كنا بنقوله ممثل انجلترا في مصر كنا بنقول عليه المعتمد البريطاني، سواء بقى اللورد كرومر او جورست او كيتشنر او وينجت، يبقى اي حد بيمثل انجلترا في مصر كنا بنديله اكسبريشن مصطلح معتمد. انما في هنا لا، في فرنسا بيقولوا عليه المفوض، خلاص يعني مفوض من الحكومه الفرنسيه الام اللي هي فرنسا ان هي تحكم ايه؟ سوريا ولبنان. فهنا المعاهده دي بين سوريا ولبنان، بين سوريا ولبنان وفرنسا، اتعملت مع الرجل المفوض اللي موجود معاهم في سوريا ولبنان، وبعد كده الرجل المفوض ده بيعرضها فوق على حكومته في فرنسا. يبقى شفنا اطرافها. طب تعالى نشوف اسبابها، نفس اسباب معاهده 36 اللي حصلت في مصر. ايه هو؟ ان خلاص بدات تظهر بوادر الحرب العالميه الثانيه. احنا عارفين احنا بنتكلم دلوقتي في سنه 36 والحرب العالميه الثانيه، قلت لك لازم وحتما تحفظ بدايات الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. تاني افكرك، الاولى من 1918 ل 1900، من 1914 ل 1918، والثانيه من 1939 ل 45. إذا احنا بنتكلم في 36 بدأت تظهر بوادر الحرب العالمية الثانية، خصوصا لما بدأت إيطاليا تحتل الحبشة 35، وإيطاليا قبل كده محتلية ليبيا 1911، فأصبح وجود إيطاليا في الحبشة بتحاصر إنجلترا في الشرق من السودان، وجود إيطاليا في ليبيا بتحاصر إنجلترا في مصر من جهة الغرب. فبدأت كده تظهر مؤشرات لقيام الحرب العالمية الثانية، فهيرغب الطرفين سواء كان الطرف الإنجليزي أو الطرف الفرنسي في مصر وفي سوريا ولبنان إن هم يحلوا المشاكل ويحطوا أسس العلاقات بينهم وبين بعض. عشان كده الدولتين سواء كانت إنجلترا مع مصر أو فرنسا مع سوريا ولبنان توصلوا المشروع معاهدة 36. بس طبعا في سوريا ولبنان مش هيتنفذ الكلام ده، بينما في مصر اتنفذ. تعال نشوف بنود المعاهدة بتقول ايه في سوريا ولبنان. هحط كل امكانيات سوريا في خدمة الاهداف الفرنسية، سواء بقى هحط امكانيات سوريا السياسية او امكانيات سوريا العسكرية او امكانيات سوريا الاقتصادية او امكانيات سوريا الاجتماعية. اهداف سوريا ايه من الكلام ده؟ اهداف سوريا ايه من الكلام ده؟ املا في الحصول على الاستقلال. خلي بالك بقى، وده نفس الشبه اللي بين مصر وسوريا. في ايه يا مستر؟ ركز معايا بقى في المعلومه اللي هقولها لك دي، عشان المعلومه دي مهمه وخطيره. ايه هي؟ ان الشعب السوري عمل معاهده 36 مع فرنسا املا في الحصول على استقلال، وده نفس التارجت او نفس الهدف اللي عملته مصر لما وقفت مع انجلترا، خلي بالك، في الحرب العالمية الأولى. في الحرب العالمية الأولى مصر وقفت مع انجلترا في الحرب العالمية الأولى أملا برضك في الحصول على الاستقلال. أملا في الحصول على إيه؟ الاستقلال. طب وفي الحرب العالمية الثانية مستر كان أملا في الحصول على الاستقلال؟ لا يا حبيبي، اصحى، خلي بالك، أنت ما وقفتش في الحرب العالمية الثانية بمزاجك.
انت وقفت في الحرب العالميه الثانيه لان انت كنت مقيد بمعاهده 36، وهقول لك معلومه في ودنك كده عشان تبقى بتفهم تاريخ ايه، مش موجوده في الكتاب بس لازم تعرفها. كان في شرط مهم في المراجع بيقول في حاله قيام في 36 في مصر، بيقول في حاله قيام الحرب تضع مصر موانيها ومطاراتها ومواصلاتها تحت تصرف القوات البريطانيه. عشان كده انجلترا حثت قصر عابد الدين وارغمت الملك فاروق ان يجيب مصطفى النحاس رئيس الوزراء، عشان لما يكون مصطفى النحاس رئيس الوزراء تقول له تعالى يا حلو، ده انت اللي ماضي معايا معاهده 36، يبقى نفذ، يبقى حط المواني والمطارات والمواصلات في خدمه القوات البريطانيه. يبقى انت في الحرب العالميه الاولى وقفت مع انجلترا املا في الحصول على الاستقلال، انما في الحرب العالميه الثانيه لا، الحرب العالميه الثانيه مش بمزاجي، الحرب العالميه الثانيه لان انا مقيد بمعاهده مهمه قوي اللي هي معاهده 36. هنا سوريا بتوقع مشروع معاهده 36 املا في الحصول على الاستقلال. وزي ما قلت لك استفاد الشعب اللبناني من هذه المعاهده بان فرنسا برضك وقعت معاه معاهده مماثله. تعال نشوف ايه اخرتها المعاهده دي، مش هتتنفذ. ليه يا مستر؟ لان المفوض الفرنسي اللي عمل المعاهده دي سواء مع سوريا او لبنان لما راح عرضها على الحكومه الفرنسيه في باريس رفضت، وقالت ان انا هحكم بسق الانتداب، يعني بقرار الانتداب اللي انا خدته في مؤتمر سان ريمو 1920. ومن هنا بداوا الفرنسيون يعطلوا الدستور واستبدوا في حكم البلاد. يبقى هم وقفوا الحياه النيابيه وعملوا حاجه خطيره قوي، عملوا على ايه؟ فصل لواء الاسكندرونه، فصل لواء الاسكندرونه، ودي منطقه في سوريا، وقاموا ادوها لتركيا 39. يبقى كده مساحه سوريا تقل ومساحه تركيا تكبر. وطبعا فرنسا عملت الكلام ده كان عندها امل ان هي تجذب الدوله العثمانيه او تركيا في صفها في الحرب العالميه الثانيه. يبقى فصل لواء الاسكندرونه عن سوريا حتى استولت عليه تركيا. وعلى فكره الحته دي فيها معلومه خطيره بس مش هينفع اقول لك دلوقتي الا لما نوصل لحته في اخر المنهج، عشان هعمل لك رابط وقاسم مشترك مهم جدا لما نوصل له ان شاء الله في الاخر، هفكرك بدي وهقول لك الحته الجديده واربطهم لك ببعض. يبقى الحكومه الفرنسيه في باريس رفضت المشروع واصرت ان هي تحكم بسق الانتداب بقرار الانتداب بتاع سان ريمو، وعطل الفرنسيون الدستور واستبدوا في حكم البلاد وفصلوا لواء الاسكندرونه منطقه اخذوها من سوريا وادوها لتركيا 1939. لبنان استفاد الشعب اللبناني من ثمار الكفاح بتاع الشعب السوري من اجل الاستقلال، ونفس الكلام برضك حصل في لبنان. صدر الدستور واعلنت الجمهوريه وتشكل البرلمان، بس طبعا لبنان سيطر عليها الاسلوب الطائفي في الحكم والاداره. يعني ايه سيطر مستر عليها الاسلوب الطائفي في الحكم والاداره؟ يعني اتفقوا الاخوه المسيحيين الموارنه يمسكوا منصب رئيس جمهوريه، والمسلم السني يمسك رئيس وزراء، والمسلم الشيعي يمسك رئيس مجلس النواب. وزعوا الاسلوب ده او وزعوا الوظائف بهذا الاسلوب الطائفي، ودي عملت مشكله افتقاد لبنان لمفهوم الدوله المتجانسه. يبقى التوزيع الطائفي ده هيدخلنا في حاجه ثانيه، افتقاد لبنان لمفهوم الدوله المتجانسه. تعال نشوف التحليل والاستنتاج على الجزئيه دي. تشابهت ظروف عقد معاهده 36 بين مصر وانجلترا وعقد معاهده 36 بين سوريا وفرنسا لظهور بوادر الحرب العالميه الثانيه. 2 يرجع فشل مشروع المعاهده بين سوريا وفرنسا 36 الى سيطره الفكر الاستعماري على فرنسا. خلاص؟ لان هم اصروا انهم يحكموا بسق الانتداب. فشل معاهده 36 لها مساوئ تشريعيه، تعطيل الدستور. جغرافيه، ان هم اخذوا لواء الاسكندرونه من سوريا ودوه تركيا، يبقى دي فشل اهو. المعاهده كان ليه 2 من المساوئ، مساوئ تشريعيه تعطيل الدستور، وجغرافيه اللي هي فصل لواء الاسكندرونه عن سوريا. طب
التقت المصالح التركية الفرنسية قبيل يعني قبل الحرب العالمية الثانية في سوريا عندما أعطت لتركيا زي ما قلت لك لواء الإسكندرون 1939 مما أدى إلى توسيع حدودها، توسيع حدود تركيا، واستفادت تركيا من هذا المشروع. عايز اشوف الأسئلة كده بتقول إيه؟ المستفيد الأكبر من مشروع معاهدة 36 بين فرنسا والحركة الوطنية في سوريا إنجلترا ولا إيطاليا ولا تركيا ولا لبنان؟ طبعا هنختاروا تركيا لأن هي اللي أخذت حتة جغرافية مهمة اللي هي الإسكندرونة واللي خدوها من سوريا وادوها واخدوها من سوريا وادوها لتركيا. تشابهت نصوص معاهدة 36 بين مصر وانجلترا مع معاهدة 36 المقترحة عقدها بين سوريا وفرنسا في انها سوف تضر باحوال البلاد طبعا الاقتصادية، لان قال لك طبعا هنحط كل الامكانيات سواء السياسية او الاقتصادية او العسكرية في خدمة سوريا وايه في خدمة فرنسا اثناء الحرب. كان لفشل مشروع معاهدة 36 نتائج كثيرة، كان أهمها تعطيل الحياة النيابية في سوريا، تحسين علاقة فرنسا مع السوريين، وحدة الأراضي السورية، الصدام العسكري طبعا لما قلنا عطلت الدستور يبقى تعطيل الحياة النيابية في سوريا. خلي بالك بقى من الحتة ديت لأن الحتة دي مهمة قوي وفيها أحداث وعايزة كونسنتريشن عالي، فتركز معايا عشان هي دي اللي في الليلة دي الحتة دي هي اللي في الليلة بتاعت النهاردة اللي هي سوريا ولبنان أثناء الحرب العالمية الثانية. تعال شوف كده إيه اللي حصل. عندما وقعت الحرب العالمية الثانية كانت فرنسا وحطت كل موارد سوريا ولبنان في خدمتها. خلاص؟ ولكن المفاجأة إيه؟ أن فرنسا ذاتها في باريس سقطت تحت أقدام الجيوش الألمانية. ألمانيا اجتاحتها وألمانيا دمرتها. طب كان من نتيجة أن سقطت فرنسا تحت أقدام الجيوش الألمانية أن الحكم في فرنسا اتقسم لقسمين. خلاص؟ اتقسم لإيه؟ قسمين. طيب ونفس الفكرة برضك لما حبت توقع بين في المغرب العرب والبربر هي شربت من نفس الكاس لما الحكومة الألمانية انتصرت عليها واتقسم الحكم هو عندها هي بين شخصيتين راجل اسمه بيتان وراجل مهم قوي 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 اسمه شارل ديجول، وده مش جديد علينا أخذناه قبل كده وفكرك بيه في الجزائر. الراجل ده لما سقطت الجمهورية الرابعة وجاء هو الجمهورية الخامسة وحط مشروع عايز يخلص فرنسا من عسرتها مع الاحتفاظ بالجزائر، وخير الشعب الجزائري لو تفتكر بثلاث حاجات، قال له الاستقلال التام او الاستقلال مع الارتباط او الاندماج، ولكن طبعا الشعب الجزائري اختار الاستقلال التام، وده ما عجبش المستوطنين الفرنسيين في الجزائر وابو عمرو منظمة اسمها منظمة الجيش السري التي ابادت الالاف من المسلمين الجزائريين العزل اللي معهمش سلاح. فإذا شارل ديجول مش أول مرة تسمعه ولا أول مرة تقرأ عنه، انت خدت قبل كده في الجزائر، وزي ما قلت لك لازم نعمل ريليشن علاقات بين أجزاء المنهج لأن ده الشغل اللي انت صعب ان انت تقعد تدور عليه في الامتحان في آخر السنة اللي هو القسم المشترك، وقلت لك ان شاء الله في مراجعة هجمع لك الكلام ده كله. تعال نشوف الحكم اتقسم إلى قسمين. القسم الأول بيتان، ودي حكومة اسمها حكومة فيشي، والراجل ده حكم وسط وجنوب فرنسا وعقد هدنة مع ألمانيا لميوله نحو ألمانيا. خلاص؟ بيمين نحو ألمانيا. يبقى الراجل ده
هيطلع بره المسار اللي كان متفق عليه في بدايه الحرب، اللي واحنا ضد المانيا، كنا مع انجلترا ضد المانيا. الراجل ده عايز يعكس بقى، عايز يتفق مع ايه؟ المانيا. اما الراجل الثاني ده شارل دي جول، ده رئيس حكومه فرنسا الحره، وده رفض الهزيمه وقال انا هقاوم الالمان، وفضل على مبدأه موالي لانجلترا، وكان بيقود الكفاح بتاعه من داخل انجلترا. يبقى بص، اتقسم الحكم لحاجتين تاني هقول اهو، بتاني اللي هو بتاع حكومه فيشي، وده حكم وسط وجنوب فرنسا، وعقد هدنه مع المانيا لميوله مع المانيا. اما شارل دي جول حكومه فرنسا الحره رفضت الهزيمه واصرت على مقاومه المانيا، وكان الراجل ده موالي لانجلترا وكان بيقود الحرب من داخل انجلترا. تيجي المشكله منين بقى؟ من المفاوض الفرنسي. يعني ايه يا مستر؟ من الممثل الفرنسي في سوريا ولبنان. ما هو الطبيعي ان الممثل او المفوض الفرنسي اللي في سوريا ولبنان ولاؤه لحكومته الام في فرنسا. طب الراجل ده قابلته مشكله، حكومته الام اتقسمت لنصين، هي لو حكومه واحده خلاص انا ولاء ليها، انما دلوقتي بقى عنده مشكله، بقى عنده حكومتين، حكومه فيشي وحكومه فرنسا الحره، بتان فيشي وفرنسا الحره شارل دي جول. الراجل ده يروح مع مين؟ قال لك انا هروح مع حكومه فيشي. ليه يا عم؟ قال لك انا هروح مع حكومه فيشي نكايه يعني عند في انجلترا، لانها اتهمها الفرنسيين بايه؟ بص، الفرنسيين بقى اتهموها بايه؟ ان انت انجلترا تخليتي عن فرنسا في محنتها، عشان كده المانيا هزمتنا، وانت يا فرنسا يا انجلترا بتعملي الليله دي كلها عشان عندك تارجت عايزه تعملي على طرد الفرنسيين من مستعمراتهم لصالحك. يبقى المفوض الفرنسي اللي موجود في سوريا ولبنان دخل بجانب حكومه فيشي عند في انجلترا. ليه؟ لان عندهم اعتقاد ان فرنسا تخلت عن انجلترا، تخلت عن فرنسا في محنتها، عشان كده المانيا هزمتها، وان انجلترا بتعمل الكلام ده عشان بتسعى لطرد الفرنسيين من مستعمراتها. طب انجلترا موقفها ايه؟ طبعا انجلترا هتدعم الراجل اللي قاعد عندها، اللي هو حكومة فرنسا الحرة بتاعت شارل دي جول. وخاصة ان حصلت عدة حاجات خلت فرنسا تدعم حكومة فرنسا الحرة عشان يسيطروا الاتنين. مين الاتنين يا مستر؟ انجلترا وحكومة فرنسا الحرة يسيطروا على سوريا ولبنان. ليه يا مستر؟ هقول لك، بس ما عيد الحتة دي تاني. يبقى انجلترا وقفت بجانب حكومة فرنسا الحرة عشان انجلترا وحكومة فرنسا الحرة يسيطروا على سوريا ولبنان. طب عايزين يسيطروا ليه؟ الحصة الجاية الأساتذة الأفاضل هيقولوا لكم في العراق قامت ثورة في العراق خلاص أثناء الحرب، بقيادة ضابط عراقي اسمه رشيد علي الكيلاني. الراجل ده قام بالثورة بتاعته في العراق ضد الاستعمار الإنجليزي أو ضد الانتداب الإنجليزي. ولما رشيد علي الكيلاني أعلن ثورته ضد إنجلترا، ألمانيا قالت له أنا هساعدك ضد إنجلترا. خلاص؟ وعلى طول ألمانيا عايزة تنزل الطيارات بتاعتها في سوريا ولبنان عشان تتحرك ألمانيا من سوريا ولبنان تروح للعراق تقدم مساعدتها لرشيد علي الكيلاني ضد انجلترا. عشان كده على طول اتحدت القوات الفرنسية مع انجلترا ودخلوا سوريا ولبنان. ولما دخلوا سوريا ولبنان على فكرة المفروض ان الفرنسيين اللي في سوريا ولبنان والمفوض الفرنسي اللي موجود في سوريا ولبنان يحاربهم. ليه؟ لان اللي جاي له انجلترا مع حكومة فرنسا الحرة، وهو مش موالي لحكومة فرنسا الحر، هو موالي لحكومة فيش. فلما المفروض لما يقاومهم، المفروض لما يقولوا قاومهم، ما قاومهمش. ليه؟ قال لك أصل أنا لقيت نفسي ما بحاربش إنجلترا، أنا لقيت نفسي بحارب إخواتي الفرنسيين بتوع فرنسا الحر، عشان كده ما قاومهمش. ورجعت فرنسا استحوذت على السلطة في سوريا ولبنان. خلاص.
شوف التحليل والاستنتاج من الدروس المستفادة من موقف ديجول من هزيمة فرنسا أمام ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، رفض الهزيمة والإصرار على تحقيق النصر وعدم اليأس. عدم اليأس يبقى بيشبه مصطفى كامل بعد حادثة فاشودة، لم ييأس مصطفى كامل وعمل على إيقاظ الوعي القومي للمصريين ونبههم بخطورة الاحتلال وجريمة التعاون معه والاستسلام به. وسعد زغلول بعد مؤتمر الصلح في باريس، قعد سعد زغلول في باريس ولم ييأس، وقعد في باريس يناشد برلمانات العالم لعدم الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر وقطع حركة الكفاح في الداخل في مصر، وهو موجود في باريس عن طريق لجنة اسمها لجنة الوفد المركزية اللي كان بيبعت جوابات سعد لسكرتير اللجنة عبد الرحمن فهمي، لا له قوام الانجليز وجيب الشباب المتحمسين ونقابات للعمال والوقوف ضد العناصر المعادية لحزب الوفد. يبقى ولا شارل ديغول بييأس، ولا مصطفى كامل بييأس، ولا سعد زغلول بييأس. دعمت انجلترا حكومة فرنسا الحرة عشان يسيطروا على لبنان وسوريا ولبنان بسبب دعم ألمانيا لثورة زي ما قلت لك اسمها رشيد علي الكيلاني. أسرع الإنجليز بالاستيلاء على سوريا ولبنان أثناء الحرب العالمية الثانية عشان تحكم إنجلترا سيطرتها على العراق، تقوم تستقر مصالحها في العراق ضد اللي بيعمله رشيد علي الكيلاني. نجاح الإنجليز في الاستيلاء على سوريا ولبنان أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب تفتيت القوة العسكرية الفرنسية وانخفاض الروح المعنوية، لأن مفاوض فرنسي زي ما قلت لك قال لك أنا ما لقيتش نفسي بحارب إنجلترا، أنا لقيت نفسي بحارب إخواتي الفرنسيين بتوع فرنسا الحرة. تعال نشوف الأسئلة كده. بيقول أثناء الحرب العالمية الثانية انقسمت فرنسا إلى حكومتين لم يتفقوا في الرأي، ولكن إحداهما خرجت عن الإطار المتفق عليه عند دخول فرنسا الحرب، وهي إيه؟ حكومة فيشي ولا الإدارة ولا فرنسا الحرة ولا شارل ديغول؟ طبعا اختارهم حكومة فيشي. أعلنت القوات الفرنسية في سوريا ولبنان ولائها لحكومة فيشي بسبب فقدان الثقة في حكومة فرنسا الحرة، فقدان الثقة في الحكومة الإنجليزية، ازدياد قوة ألمانيا المتنامية وسيطرتها، سوء أوضاعها الاقتصادية، طبعا فقدان الثقة في الحكومة الإنجليزية، لأن قلت لك الفرنسيين اللي موجودين في سوريا ولبنان اتهموا إنجلترا بإن هي تخلت عن فرنسا في الحرب، وإن إنجلترا بتعمل الكلام ده عشان إنجلترا بتسعى إلى طرد الفرنسيين من مستعمراتهم. تعال شوف رقم 9 الأسئلة. حاولت فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية الإيقاع بين العرب والبربر في المغرب، خلاص، لكنها شربت من نفس الكاس على يد ألمانيا ولا إنجلترا ولا روسيا ولا إيطاليا. طبعا ألمانيا لما ألمانيا اتحدتها وتقسم الحكم في ألمانيا إلى حكومة فيشي وحكومة فرنسا الحر. تعال نشوف استقلال سوريا ولبنان ودي الأسباب التي أدت إلى إعلان استقلال. طبعا دخلت سوريا ولبنان بعد الحرب العالمية الثانية أو أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان عندهم اعتقاد ان هم هيمارسوا السلطات الاستعماريه بتاعتهم القديمه، بس ده كان مرفوض من الشعب السوري واللبناني. وانجلترا قلدت الرئيس الامريكي ويلسون. فاكرين الرئيس الامريكي ويلسون اثناء الحرب العالميه الاولى لما اعلن مبدئيا عشان يجذب شعوب العالم في صفه اللي هو حق الشعوب في تقرير المصير وانشاء عصبه الامم؟ انجلترا قلدت ويلسون لما اعلنت احتراما رغبات الشعوب في الاستقلال. وطبعا هي هنا بتقول الكلام ده ليه؟ لان كان عندها تارجت، هدف تقويض يعني هدم الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان، والكلام اللي عملته انجلترا ده ساعد فعلا في حصولهم على الاستقلال. يبقى هنا انجلترا بترد اللي عملته فرنسا في اول المنهج. فاكرين الحمله الفرنسيه لما كانت جايه؟ كانت جايه ليه؟ لنفس الكلمه، تقويض هدم الإمبراطورية البريطانية في الشرق وعمل إمبراطورية فرنسية. هنا إنجلترا بترد نفس الكلمة، تقويض
الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان. طبعا الجماهير السورية تحركت للمطالبة بالاستقلال، واضطر الفرنسيين للتراجع أمام الضغط الوطني. عشان كده عملوا مجلس نيابي في 43 في سوريا، واختاروا الرجل ده اللي اسمه شكري الكواتلي رئيس الجمهورية. لما أقول لك مجلس نيابي ويختاروا، يبقى الرجل جاي بطريقة ديمقراطية، خلاص مجلس نيابي هو اللي بيختاره، خلاص يبقى دي طيب جاي بطريقة ايه ديمقراطية. وشكر الكويت ده على فكرة اول رئيس لجمهورية ايه سوريا. 45 فرنسا مش هتستسلم. كشفت فرنسا عن نواياها الاستعمارية وحبت ان هي تستحوذ على السلطة في سوريا، فقاومها الشعب السوري فانهالت عليه بالطيارات وبالدبابات وبالقصف المدمر، نفس اللي عملته انجلترا اثناء ثوره 19 لما قامت بردك عليهم بالدبابات والطيارات في القرى والمدن سواء في الوجه الابلي او الوجه البحري، نفس الكلام عملته بردك ايه فرنسا. اما البلاد العربيه كانت مؤيده لاستقلال سوريا، وانجلترا وقفت معاها، والولايات المتحده وقفت معاها، حتى اضطر الفرنسيين الى الجلاء وحصول سوريا على استقلالها في ابريل 1946. يبقى ادي تضامن عربي وتضامن دولي. البلاد العربيه تضامن عربي، وانجلترا والولايات المتحده تضامن دولي ادى الى استقلال سوريا. لبنان نفس الكلام حصل. انعقد المجلس النيابي في لبنان وفاز بشار الخوري 1943 بمنصب رئيس الجمهوريه. وشكل رياض الصلح وزارة وطنية. تعال بص كده من الأسماء تلاقي توزيع طائفي زي ما قلت لكم من شوية. منصب رئيس الجمهورية بشار الخوري من إخوة المسيحيين المهرمان، ورياض الصلح مسلم سني، لأن قلنا رئيس الجمهورية من المسيحيين المهرمان، ورئيس الوزارة مسلم سني، ورئيس مجلس النواب اللي هو الشعب مسلم شيعي. لكن فرنسا طبعا حبت تتيح بيهم، واعتقلت بشار الخوري ورياض الصلح في حتة في لبنان اسمها رشيا. النتيجة لاعتقالهم اضطربت البلاد بأسرها، كل البلاد اضطربت، وأعلن اللبنانيين تمسكهم بحكومتهم وبالاستقلال الكامل. وتاني لمرة زي ما حصل في لبنان حصل في مصر في سوريا، زي ما حصل في سوريا حصل في لبنان. إيه اللي حصل؟ إن وقفت البلاد العربية على رأسهم مصر وانجلترا والولايات المتحدة تضامنوا مع الشعب اللبناني. كان من نتيجة هذا التضامن أن اضطر الفرنسيين إلى إطلاق سراح المعتقلين بشار الخوري أو رياض الصلح، وعادت الأمور لأيدي الوطنيين، ثم تم جلاء القوات الفرنسية على لبنان في آخر ديسمبر 1946. يعني ده معناه أن سوريا ولبنان استقلوا في سنة واحدة اللي هي سنة 46، الاختلاف في الشهر. سوريا استقلت في إبريل 46، ولبنان استقلت في ديسمبر 1946، وتبقى كده الدولتين حصلوا على الاستقلال. كده حبايبي الحصة الجاية إن شاء الله بإذن الله هيخلص بإذن الله مع الأساتذة الأفاضل الأستاذ أحمد والأستاذ إيهاب، هيخلصوا معاكم إن شاء الله يوم الحد الجاي الساعة 6 العراق، وانا معاكم ان شاء الله يوم الثلاث الجاي. هندخل بقى في فصل من الفصول الثقيله، الفصول المهمه اللي نصيبها درجات كتير في امتحان اخر السنه، اللي هو الفصل السابع قضيه ايه فلسطين. اشكركم اعزائي الطلبه، كده اكون وصلت معكم الى نهايه الحلقه. الى اللقاء في حلقات اخرى. كان معكم مستر طارق من محافظه الاسكندريه. نشوف بس قبل نقطع الحتة دي السؤال ده بس معلش. بعد الحرب العالمية الثانية حاولت فرنسا الاستحواذ على السلطة في سوريا ولكنها لم تستطع ذلك، مما اضطرها الجلاء عن سوريا 46 بسبب ايه؟ جهود شكر الكواتلي، ولا اكتساب الحركة الوطنية السورية تأييد دولي، ولا مطالبة الشعب السوري بالاستقلال، ولا شدة الثورات التي قامت بها؟ طبعا اضطرت فرنسا للجلاء عن سوريا، اكتساب الحركة الوطنية السورية تأييد دولي، ولما قلت تأييد دولي يبقى بقصد انجلترا والولايات المتحدة.
كان فوز بشارة الخوري من الموارنة بمنصب رئيس الدولة وتشكيل رياض الصلح المسلم للوزارة دليل على أن نظام الحكم اللي في لبنان هو نظام طائفي ولا ملكي ولا ليبرلي ولا ديمقراطي، طبعا طائفي. الفترة التي قام فيها رياض الصلح بتشكيل الوزارة في لبنان كان رئيس الوزراء في مصر مين؟ 43 خلاص، حسين سري ولا علي ماهر ولا مصطفى النحاس ولا اسماعيل سيد؟ طبعا اختاروا مصطفى النحاس لان انتوا عارفين حادثه مهمه في 42 انجلترا حصلت قصر عابدين وارغمت الملك فاروق ان هو يحط مصطفى النحاس، يشيل حسين سري ويحط مصطفى النحاس. اذا كان في 43 في الوقت اللي فيه رياض الصلح ده بشكل وزاره كان في مصر برضك مصطفى النحاس هو رئيس الوزاره. كده زي ما قلت اعزائي الطلبه والطالبات اكون وصلت معكم الى نهايه الحلقه، الى اللقاء في حلقات اخرى.